مصر تطالب الولايات المتحدة والدول التي علقت مساهمتها للأونروا بالعدول عن قرارها. مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة لبحث تدابير محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 16 مجزرة في غزة تسفر عن استشهاد 150 وإصابة 313 آخرين. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة جهود مصر المستمرة لاحتواء التوترات التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، عبر بذل المساعي لوقف العدوان وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين. وتناول الاجتماع موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والتي تتواصل على مدار 3 أشهر تنتهي بنهاية يناير الجاري، وتم مدها ل3 أشهر كمهلة إضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين. كما استعرض رئيس الوزراء نتائج المؤتمر الذي نظمته وزارة التعليم حول نظام ستيم للتعليم في مصر. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. أظافرنا إن شاء الله غير نطلعهم من أراضينا غصب عنهم. إحنا أصحاب هوية، أصحاب أرض، أصحاب وطن. استقبل سامح شكري وزير الخارجية استقبل السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط. تناولت المباحثات بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة وحجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الفلسطينيون يوميا. وطالب شكري خلال اجتماعه مع ساترفيلد الولايات المتحدة والدول المانحة التي علقت تمويلها المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مشددا أيضا على ضرورة التزام الأطراف الدولية الهامة والمؤثرة كالولايات المتحدة بدعم التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في مجازر الاحتلال الإسرائيلي وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة. شددت الوزارة على ضرورة أن يقوم فريق دولي بزيارة القطاع من أجل الاطلاع على حجم وأبعاد جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. هذا وقد حذرت الخارجية الفلسطينية من المخططات الإسرائيلية للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددة على أن أي خطط أو ترتيبات بشأن قطاع غزة يجب أن تمر من بوابة الشرعية الفلسطينية وبمشاركة القيادة الفلسطينية بجميع تفاصيلها باعتبار ذلك شأنا فلسطينيا داخليا. يعقد مجلس الأمن مساء اليوم جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك بناء على طلب الجزائر. وتهدف الجلسة لإعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي. We'll be right back.
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا نالدي باندور إن هناك التزاما على جميع الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية بوضوح إلى أن تلك الأعمال قد تمثل إبادة جماعية. وقالت باندور للصحفيين أننا نعتقد أن الاستنتاج الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية يوضح أنه من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأضافت هذا يفرض بالضرورة التزاما على جميع الدول بوقف تمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بأنها العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في قطاع غزة. ونشد الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة في غزة. وأوضح غوتيريش خلال لقائه بأعضاء إحدى اللجان التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين أنه التقى في وقت سابق مع عدد من المانحين للإصغاء إلى مخاوفهم بعد المزاعم الإسرائيلية بتورط 12 من موظفي الأونروا بالضلوع في هجمة 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم تحديد الخطوات للتعامل مع تلك المخاوف. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم من أن وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ستكون له عواقب كارثية على سكان قطاع غزة. نشد المدير العام للمنظمة العالمية الدول التي قررت وقف تمويل الأونروا بإعادة النظر في هذه القرارات نظرا للأزمة الإنسانية التي يمر بها سكان القطاع. وأشار أدهانوم إلى أنه لا يوجد كيان آخر بديل للأونروا لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل، مضيفا أن المنظمة واجهت العديد من التحديات في دعم النظام الصحي في غزة في ظل الوضع الأمني المتدهور في القطاع. أعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا سيكون له عواقب كارثية على غزة. وأوضح البيان أن سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة. كارثة إنسانية متسارعة يمر بها سكان قطاع غزة نتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية. وعلى الرغم من ذلك علقت العديد من الدول تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وفي اجتماع لبحث الأزمة التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ممثل الدول المانحة في مقر المنظمة الدولية، وأكد غوتيريش أنه أطلع مانح الأونروا على خطوات اتخذت لاستجابة لاتهامات إسرائيل للوكالة. وفي بيان مشترك أكد رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سيكون له عواقب كارثية على قطاع غزة. وأوضح البيان الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها أن سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة. وعلقت العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيل للأونروا بأن أنها سمحت لحركة حماس باستخدام مقراتها في قطاع غزة في أعمال عسكرية. وجاءت الاتهامات الجديدة بعد تشديد منسقة الأمم المتحدة للمساعدات سيغريد كاخ التي عينت مؤخرا على أنه لا يمكن لأي منظمة إطلاقا أن تحل محل الإمكانيات الهائلة للأونروا ومعرفتها بسكان غزة. وأعلنت الأونروا أنها سارعت لاتخاذ تدابير لكنها حذرت من أن قطع التمويل سيؤثر على المدنيين الفلسطينيين. في أعقاب النكبة في عام 1948 تأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وبموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
في 8 ديسمبر من عام 1949. بدأت الوكالة عملياتها في 1 مايو عام 1950. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 17 بعد المئة على التوالي. وأسفر العدوان اليوم عن استشهاد وإصابة العشرات، حيث كثفت قوات الاحتلال من استهداف المناطق السكنية ومدارس الأونروا والأماكن التي يلجأ لها النازحون، بالإضافة للاستمرار في الاعتداء على المستشفيات والمراكز الصحية. وبالتزامن استهدفت مدفعية الاحتلال مستشفى العودة في حي تل الزعتر شمالي قطاع غزة، ومحيط مسجد الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ومناطق متفرقة من شمالي القطاع. أكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 24 ساعة الماضية 13 مجزرة أسفرت عن استشهاد 114 فلسطينيا وإصابة 249 آخرين. وأعلنت ارتفاع عدد ضحايا القطاع إلى 26900 شهيد، هذا فضلا عن إصابة 65949 آخرين. مشاهدينا الكرام، ننتقل مع حضراتكم الآن لنقل فعاليات جلسة مجلس الأمن للوضع في غزة. الملاجئ ونحاول دعم المخابز المتبقية، وأعتقد أن برنامج الأغذية العالمي يفعل الأمر نفسه ويقدم هذه المساعدة. ونحن نوصل كذلك الأدوية والمعدات الطبية ونساعد على نقل المرضى، كما أننا نوزع سلات أدوات النظافة الشخصية وأدوات التنظيف والخيم والشوادر والملاءات وسواها. ولكن كل هذه المساعدات ليست كافية نظرا لحجم الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه المساعدات والمقتضين في هذه الأماكن الموحلة والضيقة. وبالتالي إذا ما أردنا أن يحصل سكان غزة على كمية من المساعدات الإنسانية تكفيهم وهي ما يستحقونها، لابد من اتخاذ خطوات ملحة. بداية يجب أن نكون قادرين على إيصال وتوزيع المساعدات بشكل آمن، وهذا يعني أننا بحاجة إلى تحسين الضمانات الأمنية، ويجب أن نتمكن من التعويل على نزع فتيل التصعيد. ثانيا، نحن بحاجة إلى تدفقات منتظمة من المساعدات، فالعمليات الإنسانية لا سيما في ظروف مماثلة كما رأينا في غزة
بحاجة إلى الانتظام في إيصالها، فيجب أن يعرف الأشخاص أنهم سيحصلون بشكل منتظم على المواد الغذائية مثلا. وأخيرا نحن بحاجة إلى وصول سريع ومن دون عوائق، ويجب أن نكون قادرين على الدخول إلى غزة من خلال عدة نقاط من مصر ومن إسرائيل، فذلك سيسمح بتجنب نقاط الاكتظاظ وعنق الزجاجة وسيسرع إيصال المساعدات. ونحن حاليا نواجه مشكلة في الرفض دخول الكثير من هذه المساعدات إلى غزة، هذا الرفض من جانب إسرائيل لأسباب غير واضحة وغير متسقة بالنسبة إلينا. وكما نعرف إن الشاحنة بكاملها تعاد ويرفض إدخالها إذا ما كانت تحتوي على بعض المواد. يجب أن نتمكن من الوصول إلى المدنيين الذين يحتاجون المساعدة في كل مناطق غزة. حاليا إن وصولنا إلى خان يونس والوسط وشمال غزة معدوم. أحد زملائي في طريقه للقيام بتقييم ثاني في الشمال في هذا الوقت بالذات، جيمي ماكولدريك نائب المنسق الخاص والمنسق الإنساني، يبذل جهودا لزيادة العمليات في المناطق الحساسة. وجيمي شخص عملي جدا ويملك خبرة طويلة في العمليات الإنسانية، كان يعمل معي منذ 30 عاما، وهو يتعامل مع هذه المواضيع بشكل عملي جدا، ولذلك هو قادر على وضع خطط وتقدم بطلبات إلى اللجنة بالاستناد إلى خبرته الطويلة، وهو لا يطلب المستحيل، هو يقود الجهود لزيادة العمليات في المناطق الأكثر حاجة. وقد أعرب لي في الأيام الأخيرة عن قلقه إزاء نجاحنا أو عدم نجاحنا في الاستجابة إلى الحاجات التي يفترض بنا أن نستجيب لها، خصوصا إذا ما حالفنا الحظ وتم التوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المزيد من المساعدات. وقد واجهنا صعوبات كذلك في الدخول عبر معبر كرم أبو سالم، وسيجريد تعمل كذلك على الآلية لتحسين وتحليل وتسريع دخول الشاحنات من الخارج إلى غزة. معظم المجتمع الإنساني بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر والهلال الأحمر تتعاون لضمان وصول المساعدات بأسرع فرصة إلى من يحتاجها. ولن يفاجئكم أن تعرفوا أن القلب النابض لكل هذه الجهود هو الأونروا، ولن يفاجئكم إن قلت إن الأونروا قد أمنت الملجأ والمياه والغذاء والمساعدات الطبية، وكل ذلك في الوقت الذي كان موظفو الأونروا يتعرضون للقتل والإصابة والتهجير. لقد روعني أن أسمع أن بعض موظفي الأونروا يزعم أنهم قد شاركوا في الاعتداء على إسرائيل في 7 أكتوبر. لقد شاهدت الشريط المسجل، وهذه الادعاءات كما سمعنا البارحة من الأمين العام هي قيد التحقيق حاليا، ويتم النظر فيها بشكل معمق. ويسرني أن أشير إلى أنني قد تحدثت مع فيليب لازاريني ومع آخرين، وأكدوا لي أن الأونروا قد اتخذت خطوات حثيثة وهم قد بدأوا بالتحقيق في هذه المزاعم. ولكن خدمات الأونروا المنقذة للأرواح كما أكد
كثر، وكما أكد الكثير من الدول الأعضاء البارحة، لثلاثة أرباع سكان غزة يجب ألا تتعرض للخطر بسبب الأفعال المزعومة التي قام بها بعض الأفراد. فإن أي وقف لهذه الخدمات لن يكون متناسبا، وكذلك فإن الدعم الأونروا للفلسطينيين في الضفة الغربية، وقلما نتحدث عن الضفة الغربية لأن غزة اليوم هي في محور هذه المأساة الفظيعة، إذن تراودنا شواغل كثيرة بشأن تفاقم الوضع في الضفة الغربية كما في لبنان والأردن وسوريا. ومن المؤسف أن نرى أن الخطوات الصغيرة التي لاحظناها والتي ناقشناها في الجلسة المغلقة حول سوريا منذ بضعة أيام معرضة للخطر اليوم بسبب هذه الأحداث. بصريح العبارة وبكل بساطة، إن استجابتنا الإنسانية إذا ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة رهن بشكل كامل بقدرة أو بتمويل الأونروا بشكل ملائم وبقدرتها على العمل. وأؤكد لكم أننا لن نألو جهدا لكي نحقق ذلك ولكي يتحقق ذلك بشكل يحترم مبادئ الحياد ومع تقديم ضمانات إلى كل الأطراف المعنية. إن الأونروا تطلع بدور حيوي في توزيع وتخزين وفي الشؤون اللوجستية والموارد البشرية، وهناك 3000 موظف يستجيبون إلى الأزمة الحالية. نائب المنسق الإنساني لغزة هو مدير أونروا في غزة، وقد اخترناه لأنه على بينة كاملة مما يحصل، وهو قادر على الاطلاع بهذا الدور بشكل كامل. ولكن بالطبع نأمل أن تتخذ القرارات اللازمة لتوفير الأموال التي تحتاجها الأونروا. السيد الرئيس، ختاماً، أكرر دعوتي إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك بحماية المدنيين والبنى التحتية التي يعولون عليها. فلا بد من حماية المستشفيات والموظفين الطبيين والمرضى. ومن المذهل أن نرى في الأيام والأشهر الأخيرة كيف أن المؤسسات الصحية ليس فقط في غزة وليس فقط في الأراضي المحتلة ولكن في مختلف أنحاء العالم، كيف أن هذه المؤسسات الطبية قد تحولت إلى هدف. وكذلك الأمر بالنسبة إلى العاملين في مجال المساعدات الإنسانية. لذلك أكرر دعوتي إلى الإفراج الفوري عن كل الرهائن، وقد التقيت بهم وبأسرهم، و إذا أدعو إلى الإفراج عنهم بشكل غير مشروط وبمعاملتهم بشكل إنساني. ولا يسعني أن أختم إلا بتكرار نداء الأمين العام إلى وقف إنساني لإطلاق النار لكي نبدأ بإعادة إعمار غزة وإعطاء أسرها أملا بالمستقبل. تابعنا معكم جانبا من كلمة مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة خلال جلسة خاصة تتحدث عن الأوضاع في غزة، وخاصة ما يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وتعليق بعض الدول الأوروبية مساعدتها لهذه الوكالة، حيث أكد على الدور الهام الذي تلعبه الوكالة في غزة، وأيضا على أن إسرائيل هي التي تمنع دخول المساعدات لغزة لأسباب غير واضحة، وأكد على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني في غزة وحماية المدنيين. هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، خاصة محور خان يونس. هذا وأعلنت الفصائل تمكنها من استهداف تجمع القوات الاحتلال غرب مدينة غزة بقذائف الهاون، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة. وأعلنت حركة حماس تدمير دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا وجرافة بقذائف الياسين
105 جنوب غرب مدينة غزة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود إسرائيليين خلال المعارك البرية داخل غزة وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، مؤكدا ارتفاع عدد قتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 560 ضابطا وجنديا، من بينهم 224 منذ اندلاع المعارك البرية في القطاع. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية فجر اليوم وداهمت عدد من البنايات وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين. وأوضحت مصادر محلية أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من البنايات المرتفعة، كما اقتحموا بنايات في محيط جامعة القدس المفتوحة في المدينة. وخلال الاقتحام تصدى المقاومون لآليات الاحتلال بإطلاق النار والعبوات محلية الصنع. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تركزت في منطقة خلت نوفل وفي محيط جامعة القدس المفتوحة. قال صندوق النقد الدولي إن توقعاته تفترض استمرار التصعيد في غزة بكثافة عالية خلال الربع الأول من العام الجاري. أضاف الصندوق أن التقديرات تشير إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى حوالي -6% في 2023، في انخفاض ب9 نقاط مئوية عن التوقعات الخاصة بالمنطقة الصادرة في أكتوبر الماضي. وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور إلى أنه يتوقع أن يستمر الاقتصاد في الانكماش خلال العام الجاري إذا لم يكن هناك وقف تام وسريع للقتال وإعادة الإعمار في القطاع. إطلاق النار فورا، وعلى كل من يعترض على ذلك أن يساءل ضميره ويراجع إنسانيته. إن ما يحدث في غزة من فظائع ترفضه الفطرة الإنسانية السليمة. إن عدم وقف إطلاق النار يعني الرضا على 250 شخص سيتم قتلهم كل يوم، 100 طفل سيتم قتلهم كل يوم، 10 أطفال سيتم بتر أطرافهم كل يوم من دون مواد تخدير. إن 170 طفل سيولدون كل يوم في غزة على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لإنعدام الخدمات الصحية. إن 90% من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم. إن 10,000 شخص مصاب بسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيميائي. إنها كارثة
إنها كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا، وجريمة إبادة مكتملة الأركان. لا يوجد أي شيء يمكن أن يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني. سيد الرئيس، لقد نطق لسان العدالة بحكمه، وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية. استقبل معبر رفح البري أكثر من 30 مصابا لعلاجهم بالمستشفيات المصرية التي خصصت لتقديم المساعدة للأشقاء الفلسطينيين. كما شهد المعبر دخول أكثر من 200 شاحنة لمنفذي العوجة وكرم أبو سالم تمهيدا لدخولها لقطاع غزة. كما يواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات التي تأتي من الدول المختلفة، حيث استقبل المطار طائرة قادمة من تركيا بها أطنان من المساعدات الإغاثية. للمزيد من المتابعة معنا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك اليوم في العريش. بعد التحية، اليوم بالطبع كانت هناك يعني زيارة لوفد من الوفد برلماني من دنماركي لدى مدينة العريش، استقبلهم محافظ شمال سيناء واطلعوا على حجم المساعدات التي تتم هنا سواء في المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر أو حتى أمام معبر رفح البري. وتم إطلاعهم من قبل مسؤولي الهلال الأحمر المصري على المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية والحجم الهائل من الشاحنات الموجودة في مدينة العريش. وبدوره أشاد الوفد بكل هذه الجهود المصرية، ليس فقط الإنسانية ودخول المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن أيضا الجهود السياسية والدبلوماسية التي تدعو دائما إلى السلام وإلى وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. هذا يستمر بالطبع بالتزامن مع الجهود التي تتم سواء في مطار العريش أو حتى في معبر رفح البري لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية. وكنا نرى اليوم المجهود الكبير الذي يبذل من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري بمشاركة كل الجهات والمنظمات المجتمع المدني المختلفة التي تقدم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين فيما يتعلق بتفريغ الطائرات التي تصل إلى مطار العريش وبها عدد من الأطنان. وكما تحدثتم عن الطائرة القادمة من تركيا، وهي يعني حجم مساعدات مقدم من منظمة الهجرة الدولية، 48 طن من المواد الإغاثية والبطاطين المختلفة تم حملها إلى مخزن الهلال الأحمر الاستراتيجي تجهيزها وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة لدخولها إلى معبر رفح الذي لا زال يواصل دخول المساعدات الكبيرة المصطفى أمام المعبر. نتحدث اليوم عن دخول 188 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 22 شاحنة إلى منفذ العوجة، بالإضافة إلى أن المعبر أيضا يعني لم يتوقف لحظة عن استقبال الجرحى والمصابين وتقديم كل الدعم الإنساني والصحي لهم بمجرد وصولهم إلى معبر رفح. نتحدث عن أن المعبر اليوم حتى هذه اللحظة استقبل 36 مصابا، بالإضافة إلى 72 مرافقا لهؤلاء المصابين، بالإضافة إلى استقبال عدد من مزدوجي الجنسية ودخول أيضا 6 شاحنات وقود. نتحدث عن 4 شاحنات للغاز وشاحنتين للسولار، هذا بالإضافة إلى تجهيز عدد كبير من شاحنات المساعدات الموجودة في مدينة العريش والتي تذهب إلى معبر رفح تباعا لتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين. الدعم المصري لم ولن يتوقف، ربما أيضا حجم المساعدات المصرية صحيح. الأكبر والأقوى وسط كل المساعدات التي تقدم
تنفيذا بالطبع لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش. نشرة السادسة مستمرة مع حضراتكم وفيها مصر تؤكد استمرار جهود قناة السويس الداعمة لعملائها في أوقات الأزمات عبر اتخاذ عدة آليات من شأنها تقليل تأثيرات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر. أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة تعد جزءا لا يتجزأ من حركة التجارة العالمية وانعكاسا مباشرا لما تشهده من نمو أو ما تواجهه من تحديات، مؤكدا أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية بصورة طبيعية رغم التحديات الراهنة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة قناة السويس سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة في مبنى الإرشاد التابع لهيئة القناة بالإسماعيلية لبحث سبل التعاون المشترك. من جانبها أشادت السفيرة الأمريكية بجهود هيئة قناة السويس في دعم عملائها وحرصها على تحقيق التواصل الفعال معهم لتلبية متطلباتهم في تلك الفترة الصعبة. أعلنت قوات الحوثي استهداف المدمرة الأمريكية USS Grevely في البحر الأحمر بعدة صواريخ، وجددت قوات الحوثي تأكيدها أن السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب المشاركة في العدوان على اليمن ضمن بنوك أهدافها، مؤكدة الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار. كانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي قد أعلنت مساء أمس أنها أسقطت صاروخ كروز مضاد للسفن أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر دون الإبلاغ عن أضرار، ولم توضح القيادة المركزية ما إذا كان الصاروخ الذي أسقطته هو الذي كان موجها إلى المدمرة الأمريكية أم هو صاروخ آخر. عبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله في أن يتم في وقت لاحق اليوم تحديد الدولة العضو التي يمكن أن تقود مهمة الاتحاد الأوروبي القادمة لحماية السفن في البحر الأحمر، وأضاف أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف فبراير. وقال بوريل قبل بدء اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي إن عليهم أن يقرروا أي دولة ستتولى القيادة وأين سيكون المقر الرئيسي وما هي الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء، مضيفا أنه يأمل في تحديد الجهة التي ستتولى القيادة اليوم. Good morning. Ukraine needs more ammunition. There is a big imbalance on the fire capacity from one side and the other, and this gap has to be filled. And this council will take a quite تتواصل فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 واستقبال جماهيري كبير. سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب حضورا جماهيريا كبيرا أمس بأكثر من 535 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين حتى الآن لنحو 2 مليون زائر خلال 6 أيام من فتح أبوابه للجمهور. تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعاليات حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. We'll be right back.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، أرحب بك وضعنا في صورة أبرز فعاليات اليوم في معرض الكتاب وحجم الإقبال الجماهيري على المعرض. تحياتي لك ولكل متابعينا في هذه المتابعة لفعاليات اليوم السابع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 من مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث استمرار لفعاليات الأنشطة الثقافية والندوات النقاشية المختلفة داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأيضا هناك حضور كبير يمكن تجاوز أكثر من مئات الآلاف وأكثر من مليوني زائر على معرض القاهرة الدولي للكتاب باختلاف الأطياف والأسرة المصرية بأكملها حاضرة وأيضا باختلاف الأعمار المختلفة. هناك جناح الطفل بشكل كبير جدا يشهد عدد من الحضور للأسرة المصرية والأطفال بشكل كبير، وعدد من الورش منها الرسم والتلوين والحكي للقصص المختلفة الخاصة بالأطفال. وأيضا إذا تحدثنا عن على هامش هذا المعرض هناك عدد من الندوات النقاشية وأيضا الأنشطة الثقافية على مدار اليوم. هناك مناقشات في قاعة الفكر والإبداع لعدد من الكتب والروايات والقصص الروائية منها أنا المكذوب وأيضا الثقافة طوق النجاة، وهناك عدد أيضا من الأمسيات الشعرية في قاعة ديوان الشعر، والصالون الثقافي أيضا يشهد عدد من المناقشات المختلفة. وهناك استمرار في القاعة الرئيسية الخاصة بدكتور سليم حسن عالم المصريات وهو شخصية المعرض لهذا العام. هناك عدد من الأنشطة والندوات الثقافية بها على مدار اليوم، منها مشروع استعادة طه حسين، وأيضا فيما يخص حياة كريمة والصحافة الورقية مستقبل هذه الصحافة. هناك أيضا عدد من الندوات التي ناقشت التنمية والجانب الاقتصادي في قناة السويس، وهناك العديد من النقاشات المختلفة على مدار اليوم لكافة الحضور، وأيضا الرواج الكبير الذي يشهده معرض القاهرة الدولي الخاص بصلاة عرض الكتب المختلفة، وخاصة الإقبال الكبير على الكتب التاريخية وأيضا الفلسفة وعلم النفس والروايات وغيرها. عودة إليك مرة أخرى. نعم، شكرا جزيلا لك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب. والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا أنت إبراهيم، شكرا ليلى عمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وفد شركة يازاكي روب ليمتد اليابانية لمتابعة موقف مشروع تصنيع ضفائر السيارات في محافظة الفيوم والذي بدأت أعمال الإنشاءات به بعد حصول الشركة على الرخصة الذهبية. تبلغ استثمارات هذا المصنع 30 مليون يورو، جميعها استثمار أجنبي مباشر. جاء ذلك عقب ساعات من وضع حجر الأساس لمصنع شركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات بالفيوم. في هذا الإطار أكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة لهذا المشروع من أجل سرعة التنفيذ في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه وجه على مدار الفترة الماضية بتسهيل إجراءات تخصيص الأرض الخاصة بالمشروع في محافظة الفيوم لتكون أول منطقة حرة خاصة بالمحافظة. كما شدد مدبولي على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص في خططها التنموية، موضحا أن مصنع شركة يازاكي الضفائر السيارات في الفيوم يسهم في توطين مشروعات تصنيع مكونات السيارات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، من أبرز هذه القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 والخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم والمقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. We'll be right back.
شاركت مصر للمرة الأولى في اجتماعات تجمع البريكس بعد انضمامها كعضو عامل اعتبارا من الأول من يناير 2024. جاء ذلك خلال مشاركة مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف وممثل مصر لدى البريكس في اجتماعات الممثلين الشخصيين لقادة دول البريكس السفير راجل إتريبي، والتي عقدت في موسكو في أواخر شهر يناير بحضور السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى موسكو. كما أوضح مساعد وزير الخارجية أن الاجتماع شهد استعراض الرئاسة الروسية للبريكس الملامح الرئيسية لخطة العمل والتي أعدتها للعام الجاري، وصولا إلى قمة البريكس 16 والمزمع عقدها في شهر أكتوبر من العام 2024 في مدينة كازان الروسية، وأن الدول الأعضاء قدمت رؤيتها حول الأولويات التي يتعين التركيز عليها في الفترة القادمة. بحث وزير البترول طارق الملا مع رئيس التنفيذي لشركة باتشي العالمية جون كريسمان خطط وبرامج عمل الشركة لتكثيف عمليات الحفر والاستكشاف في البترول والغاز الطبيعي وعمليات التنمية المخطط أن تنفذ خلال العام الحالي، بالإضافة إلى خطط الشركة التوسعية في مصر برغبتها في الحصول على مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية. وتم خلال اللقاء استعراض الخطة الطموحة للشركة خلال العامين الماليين الحالي والقادم، والتي تتضمن حجم أنشطة مكثفة لعمليات حفر الآبار. وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية الإسراع في برامج حفر الآبار الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة التي تولي أهمية قصوى لزيادة الإنتاج البترولي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط تحت وطأة النشاط الاقتصادي الضعيف في الصين أكبر مستورد للخام، لكن مكاسبها الشهرية منذ سبتمبر الحالي لا تزال تلوح في الأفق، ومع تأجيج التوتر الحاصل ما بين الجارتين وفي الشرق الأوسط بشأن المخاوف من إمدادات الغاز والبترول. هذا وتراجعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 1.21% لتسجل 81 دولار و87 سنتا للبرميل. بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط فقد وصل وسجل 1.93% ليسجل 76 دولار و32 سنتا للبرميل. هذا وتراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 0.6% لتصل وتحقق ما قيمته 2.77%. الغاز الطبيعي هو الآخر تراجعت نسبته إلى 1.45% ليصل ويسجل 2.11%. أظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض بنسبة 3.7% في الربع الرابع، وهو انخفاض للربع الثاني على التوالي، حيث أثر تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي. وأظهرت تقديرات أولية من الهيئة العامة للإحصاء أن اقتصاد المملكة انخفض ب9% في 2023 متأثرا بالقطاع النفطي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية ب4.6% في العام الماضي. وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة. مشاهدينا الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا مع ليلى وأدا. شكرا لك مصطفى. مشاهدينا الكرام، نهاية السادسة ولم يتبقى سوى العناوين. مصر تطالب الولايات المتحدة والدول التي علقت مساهمتها للأونروا بالعدول عن قرارها لتأثيره المباشر بزيادة معاناة الفلسطينيين. مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة لبحث تدابير محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 16 مجزرة في غزة تسفر عن استشهاد 150 وإصابة 313 آخرين. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرة السادسة. شكرا لكم، إلى اللقاء.